وأن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليه، وأن يجافي الأرض عن جنبيه، وأن يجعل القرآن الكريم نورا يتقاطر عليه في قبره، وأن يفتح عليه في أوضات الرحمة ونسائم المغفرة. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يسأل سيدنا سليمان البومة في يوم من الأيام: لما لا تأكلين الزرع ولا تشرب الماء وتسكن المقابر؟ فردت عليه قائلة: يا نبي الله، إني لا أشرب الماء لأن في الماء غرق قوم نوح، ولا أكل الزرع لأن آدم أكل من أوراق الشجرة فطرد من الجنة، وأسكن المقابر لأني أرى في المقابر عظمة الباري جل وعلا، أرى في المقابر الأغنياء والفقراء، أرى في المقابر العلماء والجهلاء، أرى في المقابر الأبيض والأسود، أرى في المقابر قوم عاد وثمود، الكل يناديهم ربي جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، من صلى عليه سيغنم، ومن لم يصلي عليه سيندم، هو الذي بشفاعته تطفأ عنا حر جهنم، هو الذي قدمه في الصخرة علم. يا ابن آدم، إن كنت في ملل وضيق وأصبحت الآن في حرج، فصلي على المصطفى من بني هاشم يأتيك الله بالفرج. يتيما بمفرده قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط المتناضل بأمواج الشرك، ليرسيها إلى الشاطئ الأيمن بشفاعته ورسالته. جعل من المستضعفين قادة، ومن عباد الأحجار والأوثان عبادا لله الواحد الديان. الجمع الطيب المبارك، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مواصلة لليلة التكريم، عميد عموم عائلات حال بالمنزلة، عم الحاج حاتم فاروق حال، مشاركة الحاج أسامة حال، والأستاذ محمد والأستاذ حاتم فاروق حال، وعموم عائلات المنزلة واجب العزاء. وبدعوة كريمة من الحاج فتح الحداد ننقل لكم هذا اللقاء القرآني المبارك، ختامه مسك. القرآن الكريم دستور الأمة الأسمى، القرآن الكريم معجزة الهادي البشير، القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين،
القرآن الكريم 114 سورة، القرآن الكريم 6236 آية بعد الكوفيين، القرآن الكريم 6666 آية بغير عد الكوفيين، القرآن الكريم 77439 كلمة، القرآن الكريم الأوامر 1000 آية والنواهي 1000 آية والوعد 1000 آية والوعيد 1000 آية والقصص والأخبار 1000 آية والعبر والأمثال 1000 آية والحلال والحرام 500 آية والدعاء 100 آية والناسخ والمنسخ 66 آية، آيات بينات بصوت علم دولة تلاوة القرآن الكريم، والنجم الساطع في سماء دولة تلاوة القرآن الكريم. وحان الآن الموعد لدقات القلب لتزداد وإلى الأذن لتتشنف لسماع القرآن الكريم بصوت ملك المقامات فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق، يتفضل ليمتع القلوب والأبواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلون فيها من أساور من ذهب
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أولئك لهم جنات عدن أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ويحلون فيها من أساور أولئك لهم جنات عدن أولئك
ناور. يخلون فيها من أساور من ذهب متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
اثنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاور
كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا إلا بالله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما صدق الله العظيم. سلسورة الكهف عن الغلام الذي كان أبويه صالحين. سلسورة الكهف عن أصحاب الجنتين. سلسورة الكهف عن ذي القرنين. سل ذي القرنين عن الستين من روائع سورة الكهف. عشنا واستمتعنا بالقرآن الكريم الذي تلاه على مسامع حضراتكم بقوة أدائه وإحكام تلاوته وإتقان معانيه ملك المقامات وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك الذي ما نسعد به كثيرا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم وشاشات التلفزيون المصري قرآن الفجر قرآن الجمعة وهكذا الأمسيات الدينية. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك المقيم بمدينة القاهرة نقلت على مسامع حضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وأحدث الهندسة الصوتية وكبرى مخازن الإنارة الذهبية وأحدث وأضخم محطات الديزل إدارة العميد الحاج شوقي داود الجمالية بقهلية أسطول الفراشة المتحرك
وكبرى قصور الضيافة والخيام المكيفة، العميد الحاج التميم المصري وأولاده، الحاج علي والحاج محمد التميم المصري بالمنزلة، واجب الخدمة الفندقية الممتازة، فريق عمل العميد مصطفى الفيشاوي مركز ومدينة ميت غمر محافظة الطقالية، هندسة البث والهواء والتسجيلات القرآنية النادرة، المبدع والمتعلق مسعد عطا الله الجمالية الطقالية. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام.